السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تكملة السؤال يا شيخ مصطفى عن الدعاء للطفل الصغير اللهم اجعله ذخرا وسلفا وفرقا، معناها ايه يعني؟ أولا هذا الدعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اختيار لبعض أهل العلم. أي اللهم اجعله سابقا لآله إلى الجنة، يأخذ بأيديهم لإدخالهم الجنة، يأخذ بأيديهم لإدخالهم الجنة. هذا المعنى المتبادر، والله أعلم.